حرص البرلمان على دعوة كافة أطياف المجتمع للاستماع لوجهات نظرهم وانعكاس ما يدور داخل المجتمع المصري على نقاشات البرلمان حول التعديلات الدستورية المقترحة أحد أهم أهداف مجلس النواب من خلال جلسات الحوار المجتمعي. السيد الأستاذ أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي. من ناحية الموضوع أنا أعلن موافقة حزب السلام الديمقراطي على التعديلات الدستورية التي يراها مجلس النواب لازمة وضرورية لمقتضيات العمل السياسي والوطني المصري الآن، نظرا لما يحيط بالمنطقة العربية والشرق أوسطية من أحداث بالفعل تحتاج إلى استقرار في القيادة السياسية، وتحتاج إلى استقرار في القرار الوطني، وتحتاج إلى اللحمة، تحتاج إلى اللحمة. لذلك لن نتنازع ولن نختلف. الكلمة الآن للسيد الأستاذ الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة. بنطلب أن ما يكونش فيه ازدواجية في التشريعات، يعني عارفين أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية في الدولة، فلما نقول فيه ازدواجية ده احنا بنعمل دوبليكيشن. فأنا بنقترح برضو لازم يكون فيه وضع وأهمية لمجلس الشيوخ. نمرة واحد، بنقول ما نطلب ان هو يكون بيعمل تقارير سنوية عن سير الحكومة سواء إيجابياتها أو سلبياتها، وهذه التقارير تقدم لمجلس النواب. الكلمة الآن للسيد الأستاذ الدكتور محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. تفضل سيادة الدكتور. بأعلن بداية أن احنا بنرفض التعديلات الدستورية جملة وتفصيلا، لأن احنا بنرى أنه بعض نواب البرلمان ادوا لنفسهم حق رغم ان هم بيمثلوا في التحليل الأخير لجنة مشتقة أو سلطة مشتقة، ادوا لنفسهم حق انهم يجروا تعديلات اساسية في نص يفترض ان اللي عملته سلطة تأسيسية او اصيلة او اصلية، اللي هي الجمعيات التأسيسية التي وضعت الدستور. الفرق بين اللجنة او السلطة المشتقة وبين اللجنة او السلطة الاصلية ان السلطة الاصلية او الاصيلة او الاساسية دي بتتعمل بروح تعبر عن المجتمع كله بكل مكوناته. الكلمة الان للسيد الاستاذ الدكتور الدكتور مجدي علام رئيس حزب الحرية. تفضل سيادة الدكتور. ما حدث في هذا التعديل والمواد التي خرجت لي اعتقد انه في مجمله نصوص تتفق وروح ونصوص الدستور الحالي ولا تخالفها ولا تخرج عنها، ونهاية مكتب الحزب اللي انعقدت وكملت اجتماعها النهاردة الصبح توافق على هذه المواد مع حرصنا الشديد على أن يكون هناك توضيح في اللوائح التنفيذية أو القوانين التي تصدر بهذه المواد خصوصا في مجلس الدولة. مجلس الدولة سيادة الرئيس المادة بتاعته يجب أن تكون واضحة أنه رقم واحد يختص بالنزاعات بين الحكومة والأفراد. كثير من الحضور أشاروا إلى أن هذه التعديلات تمثل فرصة مهمة للدولة المصرية لتطوير بناء العملية السياسية وممارسة الديمقراطية السليمة. السيد الأستاذ عبد الناصر أنديل. نبدأ من المادة 140 المتعلقة برئيس الجمهورية. المادة 140 استحدثت نصين، النص الأول يتعلق بعدم جواز تولي رئيس الجمهورية لمنصبه لأكثر من دورتين متتاليتين وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، ونحن نقبل بالنصين ونرى أنه تصحيح لعوار كان سببه استخدام الجمعية التأسيسية لآلية ديمقراطية في فرض نطاق لعمل استبدادي، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتضمن الدستور نصاً يحظر على الرئيس الحالي حقه في الترشح مدى الحياة، هذا أمر غير ديمقراطي، وبالتالي نحن رأينا أن هذا النص يحتاج إلى إعادة ضبط. لكن تحفظنا كان على المادة الانتقالية، لأن المادة الانتقالية وضعت مجموعة من المبادئ نحتاج إلى إعادة النظر فيها. لذا يرى حزب التجمع أن مدة الرئيس الحالية، وهي مدة لم يمضي منها سوى عام واحد، يمكن أن تكون هي المدة الرئاسية الأولى ومدتها 6 سنوات، ويكون لرئيس الجمهورية الحق في مدة تالية. السيد الأستاذ الطارق
أحمد نديم رئيس حزب الصرح المصري الحر. احنا موافقين على التعديلات كلها، ولكن لينا ملحوظتين صغيرين قوي. الأولى بالنسبة لنواب رئيس الجمهورية، احنا بنرى في الحزب ان يكون نائب واحد فقط، وان يتوافق عليه في مجلس النواب، وبنرجو كمان ان نجد آلية للاستفتاء عليه شعبية. بالنسبة لاستحداث غرفة تشريعية جديدة في الظروف دي، انا عارف ان احنا بنعدل الدستور لقدام، ولكن انا بعترض مع بعض الزملاء عن وجود هذه الغرفة الثانية، وانا رأيي ان تكون لجنة استشارية عليا تكون من عدد من اصحاب الخبرات. سيد الاستاذ الدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري. نحن مع تعديل هذه المادة يكون مدة الرئاسة 6 سنوات بحد أقصى مرتين متصلتين، يعني 12 سنة، به تسري أحكام هذه المادة في أول استحقاق انتخابي لرئيس الجمهورية، مفتوحة لأي مواطن مصري إنه يترشح ليها بعد فترة في المرحلة القادمة. الكلمة الآن للسيد الأستاذ عبد الحكيم عصمت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي. منذ البداية وهو مؤيد تماما للتعديلات الدستورية، ولكن الحقيقة أنا يهمني أن أنا أتكلم من منظور التحديات، لأن شعب مصر شعب واعي، وإحنا كلنا شايفين في الفترة اللي فاتت حجم الإنجازات سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي، ولكن الحقيقة في جزء من الإعلام وهو يروج للتعديلات الدستورية دائما ما يضع المواطن تحت الضغط وتحت الخوف من ما هو قادم. حقيقة نحن نرى ما هو قادم هو الأفضل لمصر، وهو مستقبل واعد، ويجب أن احنا نتناول مع منظور هذه التعديلات خلق الأمل لكل المصريين، لأن احنا الحقيقة في مرحلة انطلاق حقيقي. سيد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. أنا عايز أكون مختصر جدا في 4 نقاط أساسهم. النقطة الأولى الخاص بكوتة المرأة أو 25%، أنا بس بطالب أن نوسع هذه الأمور إلى المجالس النيابية الأخرى كلها، ما تبقاش محصورة فقط على مجلس النواب، لأن المرأة طبعا بالنسبة لنا يعني أساس في حاجات كثيرة جدا في حياتنا. فدي نقطة أساسية. النقطة الثانية هي مقترح معاودة التمييز الإيجابي للفئات المذكورة بالمواد 243 و244. أنا بقترح التمييز ده يكون لفترتين أو 3 على الأكثر، عشان ما تبقاش تمييز أبدي ودائم. فدي نقطة برضو نحطها في الاعتبار، إن إحنا عايزين نحدد لها المدة بتاعتها. بخصوص طبعا استحداث غرفة ثانية للبرلمان، وده يعني أنا بتشرف إن بتكلم في هذه النقطة كوني كنت عضو برلمان قبل كده مجلس الشورى، فأنا أعتقد إن مجلس الشورى هيتطلب فعلا بعض الإضافات تديله شرعية أكثر، وتديله نقاط تتعاون مع مجلس النواب يقدروا يعملوا كلهم أدوار مميزة، وخصوصا هيبقى فيه شخصيات عامة ومهمة، وأعتقد أن الانتقال ليهم هيكون بثقل فعلا مهم جدا. السيد الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. تفضل. بكل صراحة أن هذا التعديل تأخر كثيرا. أنا التقيت بالسيد عمرو موسى في مكتبه هنا في مجلس الشورى حول أمرين اثنين. الأمر الأول قلت له ما اتخذتم من قرار ببرنامج مجلس الشورى باطل طبقا للائحة التي وضعتها لجنة الخمسين لنفسها. أولا لجنة الخبرة لم تقدم في تعديلاتها ما يفيد إلغاء مجلس الشورى، وكان يجب على لجنة الخمسين التي شكلت على أساس فئوي أن تحترم
تعديلات لجنة الخبراء، وخاصة أن قرار رئيس الجمهورية الموجه لجنة الخمسين ومشكل لها لما تحدث عن دستور جديد، تحدث على إدخال تعديلات على دستور 12 التي كان في زمن الإخوان. هذا وقد أشار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن البرلمان لا يتخذ أي خطوات إلا وفق الدستور والقانون، كما أكد على مراعاة مصلحة الوطن والمواطن في أي تحرك برلماني. حوار مجتمعي على مدى أيام وجلسات متعددة يهدف لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة بجوانبها المختلفة للوصول بالدستور إلى ما يرجوه المواطن المصري. من مقر مجلس النواب عمرو عبد العزيز، النيل.